لم يتمكن هذا الشيخ من الظفر بكيس سميد منذ مدة بسبب الظروف التي تباع فيها هذه المادة والطلب المتزايد عليها بمناسبة شهر رمضان. قلت لك من 7 الصباح وانا هنا كيجي وصافي، انا 77 سنه ما نقدرش باش نغامر وندز ونسوي هاك، تشوف الشعب وزي وهاك تشوف. مشكل تواجهه العديد من العائلات بسبب لهفة الكثيرين رغم مضاعفة المطاحن لقدراتها الإنتاجية. إحنا كاين الناس حتى تخدم في الأزمة بعد السميدة، وكاين تدي الناس كل علاه خويا ديتي اليوم على زيد ترجع، علاش ترجع اليوم وغدوه وغير غدوه، يدي صاشيه ويرحم ربي يا خويا، يرحم ربي راح تفضى ما تفضش. الكميه الموجهه لولايه قالما ضعفت بنسبه 100%. التاجر اللي كان يدي 100 قنطار ولا يدي 200 قنطار في المرحله هذه، هذا بالتنسيق مع مديريه التجاره لولايه قالما تطبيق تعليمات سيد مدير التجاره، رانا ضاعفنا الكميه الموجهه لولايه قالما. وما يواجهه هؤلاء عند بحثهم عن كيس السميد يتكرر في سعيهم للظفر بقارورة الزيت. سكرة السميد ما نديوها، نديوها غير بالعفارات، واني مريضة بالسكر واقفة بالسيف، هاني ندير الانسولين، هاني درك ما ضربتهاش. الزيت غالي، الزيت طاير في السماء ما نجمناش، عاد ب 80 يعاودوا به السوق، انا تدي وتبيع فيه ويعاودوا في السوق. هي تصرفات تؤكد من جديد نقص الوعي الاستهلاكي لدى الكثيرين، وتتسبب في خلق ندرة في المواد الغذائية.